قرض ب18 مليار جنيه لشركة كبرى، البيض التركي بيشعل الأسواق وقرار مهم لبنك مصر. أهلا بيكم في حصاد يوم الاثنين الإخباري. بانكير نبض البنوك. البداية من البنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر والبنك الأهلي المصري اللي نجحوا في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. وبيضم التحالف المصرفي 13 بنك بقيادة البنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأولين والمسوقين للتمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوق للتمويل. وبيقوم البنك التجاري الدولي بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، وبيشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بيقوم بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.5 مليار جنيه مصري. وبيتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة. ونروح لحازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، واللي قال إن أسعار البيض شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي. وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم إن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق، فتراجعت الأسعار من 175 جنيه إلى 165 جنيه للمستهلك للبيض الأحمر والأبيض، وانخفض البيض البلدي من 165 جنيه إلى 150 جنيه يعني بمعدل 15 جنيه للطبق. ومن المتوقع أن تواصل أسعار البيض الانخفاض خلال المرحلة المقبلة. وأشار المنوفي إلى أن كميات البيض المستوردة من تركيا واللي هيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع هتحدث توازن ملحوظ وهتعمل على خفض أسعار البيض محلياً. ونروح لحسن سمير رئيس الاستثمار والتطوير العقاري في بنك مصر، اللي قال إن البنك لديه خطة طموحة للدخول والاستثمار في تدشين صناديق عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف في تصريحات اليوم إن موعد إطلاق الصناديق العقارية يتعلق بتوقيت انخفاض سعر الفايدة باعتبارها أحد مرتكزات نجاح الصناديق ورواجها بشكل كبير، لافتاً إلى أن صناديق الاستثمار فرصة جيدة أمام المواطنين للدخول والاستثمار حسب القيمة المالية المتاحة لديهم. وأشار إلى أن المواطن غير القادر على شراء وحدة سكنية يمكنه شراء جزء من أسهم الوحدة حسب ملاءته المالية وقدرته على الاستثمار. وآخر خبر معانا من قناة السويس، فبحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين مع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر، وده بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. وعرب السفير الياباني عن اعتزازه وتقديره للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن قناة السويس ستظل ركناً رئيسياً لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها بطرق بديلة. وكده نكون أنهينا جولة الأخبار، شكراً لحسن المتابعة. بانكير نبض البنوك.